Assalamu alaikum, Mahad Sadis, kifkum. Today we are going to talk about grammar. Our grammar today is if closed type 1. يا إما بنسميها first conditional. If closed هي جملة شرطية. يعني عنا بالعربي بنستخدمها بنحكي إن تفعل كذا رح يصير كذا. يعني إن تدرس مثلا تنجح، هذا بالعربي. The same way in English we use if close. If مثلا أحمد studies well he will pass the exam. تمام. هلا احنا رح ناخد ال if close تقسم إلى type 0, type 1, type 2, type 3 and type 4. هلا احنا درسنا بس بتعلق في إشي اسمه type 1. هون احنا رح نحكي عن بس type 1. هلا type 1 دائما في الجملة الشرطية بتقسم إلى قسمين. في أي type من هدول كلهم في جملة شرطية، إذا عملت كذا رح يصير كذا. طيب في type 1 هون القسمين رح نعرف كل قسم منهم شو هو قاعدته. هلا type 1 يقص الجملة نفسها بتيجي جزئين، اللي هي الجزء اللي هو الشرطية والجزء الثاني اللي هو كنتيجة بيجي. الجزء اللي فيه الاف الشرطية هو بيجي اف. الجزء الاول اللي هو اف الشرطية تيجي الجملة اف plus simple present. نرجع نعيد هذا بس بتايب 1. في عندي تايب 2 تايب 3 وتايب 0، هدول قاعدة تانية احنا بنركز في هاي التايب بس اللي هو اف plus simple present. والقسم الثاني من الجملة after the comma after بعد الفاصلة بيجي عندي التنس هو simple future. هلا راح احكي لكم بالتفصيل شو هو simple present وشو هو simple future. طيب خلينا نحكي هنا F plus simple present. طبعا في عندي subject رح يكون. هلا simple present تعتمد على subject. كيف يعني على subject؟ إذا كان subject singular، شو يعني singular؟ singular يعني مفرد. إذا كان subject singular يعني يا إما أحمد، رامي، جلال، what else اسم، أو إذا كان pronoun هو he أو she أو it. هدول البروناون اللي هم السينجولر، البروناون اللي بخصوا المفرد اللي هم الهي والشي والات. هلا اذا شفت واحدة من هدول البروناونز او شفت سينجولر سبجكت يعني اسم علم، عطول راح احكي وراه الفيرب يجب ان يكون بلس اس او اي اس، اس او اي اس. هلا هاي لها قاعدة تانية راح نحكي عنها، بس هم الكلمات اللي راح يمروا معنا هم فقط راح يجوا. يعني اذا مر معنا فيرب اخره اس اوكي بكون معك، مر معنا فيرب قبل حط له اخر اي اس راح يكون معك. اما القاعده هلا ما راح ادخل في تفاصيل كثير في قاعده الاس والتايب. نفس زي ما حكينا الفيرب بيكون مع اس او اي اس، لها قاعده تانية ما راح ادخل في تفاصيلها هلا، بس بدي تركزوا على الكلمات اللي بتمرق معنا سواء كان بالورقه اللي راح احط اللي بشرح عليها او بالكتاب البيوبلز او بالورك بوك. طيب اعيد كمان مره، السمبل بريزنت هو لما يكون الـ subject singular أو الـ pronoun singular he و she و it، بيجي وراهم الـ verb مع s أو es. أما إذا كان الـ subject plural، plural تعني جمع. إذا كان الـ subject plural زي آخر s مثلا، شو بدي أحكي dolphins، شو بدي أحكي dogs، cats، هدولة زي هيك بيكونوا السبجكت جمع. أو إذا كان البروناون نفسه اللي هم نحكي عنهم plural pronouns اللي هم I, you, we, they، هدول بالذات بيجي وراهم الverb بدون أي إشي في حالة التصريف الأول، لا إله لا عليه لا زيادة ولا أي نقصان، نضع الفعل كما هو. هاي هي قاعدة simple present في حالة affirmative الإثبات باختصار شديد، إنه إذا كان subject singular الverb معه s أو es، إذا كان subject plural الverb ما معه ولا إشي يبقى كما هو. طيب هلأ بدنا نروح على القسم الثاني من الجملة اللي هو after comma. عندي if زائد simple present comma simple future. After comma simple future. شو هو simple future؟ قاعدة جدا بسيطة وسهلة اللي هي simple future. بتيجي subject سواء كان هذا subject plural أو singular the same in both ways، في الحالتين نفس الإشي. subject plus will
والول طبعا اخذناها قبل هيك هي modal. والمودل احنا كنا عارفين دائما الفيرب ياتي بعدهم شو infinitive verb، مجرد الفعل ياتي بعدهم مجرد. اذا هاي هي قاعده simple future باختصار، سواء كان السبجكت بلورال او سنجولر بنحط بعده will وبعده verb infinitive and the complement. complement تعني باقي الجمله. طيب هيك انت عرفت قاعده السمبل بريزنت شو هي باختصار شديد. طبعا كل هذا في حاله الافيرماتيف، انا ما جبت سيره النيجاتيف ولا جبت سيره الكويستشن، احنا هون في حاله الافيرماتيف فقط. طيب عرفنا السمبل بريزنت شو هي وعرفنا السمبل فيوتشر شو هي. خلينا ناخذ هلا اكزامبلز عشان تعرف مع اكزامبلز تثبت عندك المعلومه. ليتس سي اف رامي ستاديز هارد. اف رامي studies hard، هاي هي الconditional sentence، هاي هي الجملة الشرطية اللي فيها F، هاي هي اللي بنسميها conditional اللي فيها القسم اللي فيه F يسمى الconditional الشرطية، تأتي بالقسم الأول. If رامي studies hard، إذا رامي درس جيدا. انتبهنا هنا الverb شو معه، شو بنهايته، أو أصل studies هي study. هلا study لما بدي اضيف لها es تحذف الواي ويضع يوضع مكانها i then es لتصبح studies. if رامي حكينا هذا القسم من الجمله اللي معه f هو اللي يسمى conditional، والقسم الثاني هو الريزلت اللي هي النتيجه المتوقعه. طبعا في هاي الحاله الاف كلوز تستخدم لل future possibility، يعني احتمالية مستقبلية بس متوقعة كنتيجة لإشي بصير. يعني if Rami studies well، درس جيدا، النتيجة شو راح تكون؟ he will pass the exam. انتبهوا معي هنا اجت هيها subject مفرد، اجى وراها ال will، حكينا مفرد او جمع بيجي وراها will في الحالتين. وبعديها ال verb pass، شفت حطيت es حطيت s حطيت ing ما حطيت اشي. ال verb pass بقي كما هو infinitive verb، ده exam رح ينجح في الexam. ننتبه على ترتيب الجملة، هنا اجت الconditional اللي هي الجملة اللي معها f then comma، انتبهوا منيح في comma هون، then اللي هي simple future قسم الثاني اللي هو simple future he will pass the exam. هذا هو ترتيب الجملة معنا. انتبهي هنا لأنه subject singular حطينا es على الverb، وهنا لأنه عند الول إجا وراها infinitive verb، وحكينا الجهة اللي فيها الاف هي اللي هي هون قبل الفاصلة تسمى conditional. طيب هنا الconditional إجت بالبداية. طيب عندك again if أحمد kicks the ball he will score a goal. again if هنا الاف اللي هي اذا، احمد هنا singular مفرد، kicks verb plus s، ليش حطيت له s الverb؟ لانه عندي الفاعل singular مفرد فحطيت مع الverb s، هو اصله kick، حطيت له s لانه الفاعل مفرد. the ball he will score a goal هنا comma then the result النتيجة، شو النتيجة؟ he will score infinitive verb a goal، رح يسجل هدف إذا ركل الكرة. القسم هذا هو simple present والقسم هذا هو simple future. طيب هنا حكينا في الحالتين اللي مرقوا معنا بالجملتين، المثالين اللي أعطيتكم إياهم الconditional أو الجملة اللي فيها F أجت في البداية. طيب في حالة تانية عندي الconditional at the end، شو يعني at the end؟ يعني تأتي في النهاية، يعني بنجيب القسم القسم الثاني بيجي بالأول والقسم الأول بيكون في الثاني، ممكن وعادي جدا، بس في شروط لهاي الحالة إذا بده يصير معي هيك. إذا كانت جملة الإف بالنهاية أو المقطع الثاني، انتبهوا معي كيف يعني. خلينا نشوف، هنا ما حطيت إف، شايفين إف؟ لا، بدأت من أحمد بدون F. انتبهي هذا لنفس المثال هذا، أحمد will score a goal، شوف حطيت الفاعل بعدين الجملة اللي هي النتيجة، أحمد will score a goal if he kicks the ball.
طيب جملة صحيحة 100%، بس شو اختلفت عن الجملة هذيك؟ انتبهوا شو الاختلافات بين هاي الجملة وهاي الجملة. هون لما أنا حطيت الإف بالنهاية ما في عندي كومة، ممنوع أحط كومة. لما يكون عندي الجملة الإف الكونديشنال سنتنس بالقسم الثاني ممنوع أحط كومة بالجملة، تصبح جملة واحدة without any punctuation، بدون أي علامة ترقيم. والإشي الثاني اللي انتبه له، الإف بطلت كابيتال لتر، ما بتبدأ في كابيتال لتر، تصبح إف with I small. شوف كانت هون إف بالبداية with capital letter، now with small letter.